مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. بعدما أكد كمال حسين رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائرية أن فريقه سيسافر إلى المملكة المغربية غدا الجمعة لمواجهة فريق نهضة بركانة برسم إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقال رئيس مجلس إدارة النادي الجزائرية في تصريح لوسائل الإعلام المحلية: لقد صدر القرار، كنا قد قدمنا الاستئناف لنحقق الفوز، أجابونا وقالوا لنا بأننا منهزمين في المباراة بثلاثة مقابل صفر وبأننا سنلعب الإياب هناك بالمغرب، وتابع: نحن مستعدون للذهاب غدا الجمعة لبركانة من أجل خوض المباراة، قمنا بحجز طائرة خاصة للسفر، تلك المباراة لم نخسرها ولدينا ملف مع المحامي، وما فعله الكاف غير قانونية. ومباشرة بعد علمها بتنقل بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائرية إلى المغرب، تعهدت إدارة نهضة بركان بتخصيص استقبال حار لبعثة اتحاد العاصمة الجزائرية أثناء وصولها يوم غد الجمعة إلى مطار وجد أنقاد، متجاوزة ما تعرضت له من ترهيب واحتجاز في مطار هواري بومدين في الجزائر. وأكد مسؤولو فريق نهضة بركان تشبثهم بقيم الكرم والترحيب المغربيين عن طريق تسهيل عملية دخول الوفد الجزائري في المطار، بالإضافة إلى تخصيص حافلة للفريق الجزائري وفندق مصنف من 5 نجوم بمدينة السعيدية الساحلية. وتجاوز نهضة بركان كل ما تعرض له من سوء الاستقبال والمعاملة بعدما نال حقه القانوني من الكافة، ليؤكد التزامه بتخصيص أفضل استقبال لبعثة نادي اتحاد العاصمة الجزائرية. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.